فضل عليه صح، بس هذا مميز، اعطاني فرصه اكثر. كابتن المرحوم ناصر حسين تحياتي له، الله يرحمه. انا ناصر حسين الله يرحمه، كنت وياه بالشباب راني يعني، وعلمني اساسيات كره القدم صراحه. هو اللي علمك؟ اي هو علم بالنفط. مو بالنفط، شباب النفط. شباب النفط. منو المدرب صاحب الفضل عليك؟ المدرب هو يعني يعني عندي صح فضل، بس واحد هذا مميز. ما اقدر اقول لك مميز لان هواي يعني الفرص اللي اخذتها يعني اعطوني فرص. اعطيك ثلاث اسماء؟ اعطيني ثلاث اسماء يلا. اولهم كاب سعد هاشم، تحياتنا له. ثار احمد واحمد صلاح سوليان كانوا بالكادر، اني اصغر لاعب لعبوني بهاي. حلو. والكابتن حيدر عبيد. منو ظلامك؟ ذكرت لي الزيانين، ظلامك منو؟ ما حد ظلامك؟ ظلموني بس ما انجب اسمه. حلو. من صاحب الفضل عليك؟ جميع المدربين اشرف العبدالقادر طارق. هاي بديهي. اولهم انه انت اول ما تصير لاعب كره قدم يعني من شباب الشرطه تروح للاول، بعدين ما تحصل فرصه يعني. شوف حيدر ابو عجل وكابتن شرار حيدر ان هم دعموني لنادي الكرخ، جابوني وسووني، اكيد هم اصحاب. منو ظلامك عبد؟ والله انا ما حضرني، بس يعني فتره الاولمبي اللي صارت البرازيل انه شوف انه هاي ظلم بحق عبدالقادر طارق، انه كنت ثاني هداف الدوري، كنت يعني منافس على هداف الدوري، واخر خمس ايام من الاولمبيات ابتعد عبد القادر طارق. يعني مع الكابتن وجهت تحية يعني، مو انا قيم الكابتن غني عبد الغني شهري، بس تشعر انه اكو مظلومية اكيد يعني. هذا حتى بالطوارئ ان عبد القادر طارق ما خلاها بالطوارئ اصلا، بس انه انت كتجي على التدريب وعلى النجاحات اللي سواها اللي عملها مع المنتخبات والانجازات، شيء كبير. انا اتحدث عن شيء شخصي، اذا اردت اسالكم منو